بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سيكون معنا تدريب عملي لكيفية الوصول إلى هذا التصميم من أكثر من صورة متفرقة عن طريق القص والدمج. بنلاحظ أن الصورة بتتكون من عصافير، موجود خلفية، حمامة، أي التصميم عندي المخرج النهائي أو المشهد النهائي، عندي هي الفيل الآخر، عندي المنظر الطبيعي الموجود داخل البرواز، الأرضية في المنطقة هاي، البرواز، الخلفية، الدلو، الحمامة. فمن خلال هاي الصور بدي أوصل لمين؟ للتصميم هذا. خلينا الآن نروح على برنامج الفوتوشوب، نحكي له كرييت نيو، بدنا ننشئ مستند جديد او كنترول ان. هنسميه المستند إليفانت. الويث العرض هيكون عندي 2300 بيكسلز، الارتفاع هيكون عندي 1500 بيكسلز. ال 2300 و 1500 انا مع التجربة لقيتهم افضل طول عرض للمشهد تاعي. الاتجاه هيكون افقي، الدقة هتكون عندي 72 بيكسلز بير انش، لانه انا هشتغل صورة للنشر الالكتروني ومش للطباعة. وايضا كمان نظام الالوان الار جي بي كلر 8 بت، برضو عشان انا هشتغل صورة للنشر الالكتروني ومش للطباعة. الخلفية هتكون شفافة ترانسبيرنت. بنحكي له كرييت. اول شيء اروح على المجلد تاعي، اجيب صورة المشهد اللي انا بدي اصمم زيه واحطها عندي على برنامج الفوتوشوب على اساس تكون بالقرب مني. بنلاحظ انه انا عندي في عندي هاي الارضية، والارضية هاي فيها ايحاء بال 3D مع الخلفية. يبقى خلينا نبدأ نشتغل في الارضية، نشوف الصورة اللي فيها الارضية. هي الصورة هاي، نسحبها على الفوتوشوب. هلقيت انا بدي الجزء هذا بس فقط من الصورة هاي. فاول شيء بلغي القفل ضغطة واحدة بزر الفار الايسر، بعد هيك بروح على اداة من ادوات التحديد وليكن اداة ريكتانجولار ماركيو تول. بنحدد المنطقة هاي، نزل تحت شوية صغيرة، ممكن بدي اخذ انسخ هاي، ممكن كنترول سي نسخ. اروح على التصميم تاعنا اللي اسمه إليفانت، بحكي له كنترول في. هلقيت بروح على اداة الموفي تول، بنحرك المنطقة هاي، جبناها في المنطقة هاي. هلقيت انا بدي اكبرها، بنحكي له كنترول تي وبضغط Alt وشيفت في نفس الوقت وبسحب في المنطقة هاي. وبنسحبها بأداة الموف تول وبنحكي له Enter. هل الأرضية في التصميم عندي هنا نفس الأرضية الموجودة عندي الآن؟ بلاحظ لا، الأرضية اللي هنا فيها إيحاء إنها جايب تسطيح أكثر أو جايب برسبكتيف، فيها منظور فيها. طب انا كيف انا ممكن اعمل الشغله هاي في التصميم تاعي؟ نحكي له كنترول تي، كليك يمين، بحكي له في حاجه عندي اسمها برسبكتيف، بقدر اعمل منظور للشكل. هيك بقدر اتحكم بالنقطه هيك، لاحظ معي كيف، وممكن اكبر في المنطقه هاي الشكل هذا، كأنه في الصورة فيها بعد ثالث. انتر كنترول تي وبقدر هلقيت اكبر من الجهتين. الشكل هذا بدي اشتغل عليه تعديل في اللون اللي بده يعطيني ايحاءات بالبعد الثالث والظلال. طب ايش اللي بيعطي تجسيد بالبعد الثالث؟ هو الظلال والنور.
الظل والنور هو سقوطه على المجسمات بيعطيني الإيحاءات. ممكن أعطي هنا في مناطق معينة ظلال عالية، وممكن هنا تكون ظلال أقل. خلينا نشوف الصورة اللي عندي، بلاحظ إنه أنا في عندي هنا ظلال أعلى وهنا أقل. طيب أنا كيف أنا ممكن أعمل الكلام هذا؟ بنرجع عندنا اللاير هاي، بدي أعمل له حاجة اسمها كيرفز عن طريق الأدجستمنتس، بحكي له كيرفز. بلاحظ إنه عمل لي لاير ماسك موجودة فوق اللاير تاعت الأرضية. وعندي أنا في البروبرتي هنا بدي أعمل تلاعب في القنوات اللونية، إشي غامق وإشي فاتح للخلفية هاي. لاحظ معاي كيف بصير. بنلاحظ إنه هاي اللاير ماسك بيتم تأثيرها على جميع اللايرز اللي تحتها. أنا ما بدي إياه يصير تأثير على اللايرز اللي تحتها، بس بدي إياه على اللاير هاي فقط. ممكن أحكي له كليك يمين وأحكي له كرييت كليمينج ماسك. نشوف تأثير الكيرفز الأصل. الآن أنا بدي أعمل تفاوت في الظلال والنور في الإضاءة، بضغط على الكيرفز لاير ماسك. أكيد أنا بدي أعمل تفاوت في الظلال والنور في الإضاءة. بنختار أداة البرش تول، ونختار من أداة البرش تول الفرشاة الأولى، ويكون عندي اللون الأسود فوق. تمام. فأنا هلقيت بدي أبدأ في المنطقة هاي أمسح الظلال على أساس يكون في عندي أنا تفاوت في النور، منطقة فيها ظل ومنطقة فيها نور. خلينا نعمل إلغاء وتفعيل. لاحظ الآن أنا هيك انتهيت من تعديل الإضاءة عن طريق الكيرفز. الآن بدي أبدأ أعدل في الألوان عن طريق برضو الأدجستمنتس. ممكن نختار هيو ساتوريشن، أكون واقف على اللاير هاي اللي بدي أعملها، أحكي له أدجستمنتس هيو أند ساتوريشن. هنبدأ نعدل في الهيو، مثلا في الهيو نخليها في المنطقة هاي. تمام. ممكن الساتوريشن نخليها في المنطقة هاي بالشكل هذا. ممكن اللايتنس برضو نغير فيها بالشكل هذا. خلينا نشوف الفرق. بهيك على الأرضية هاي عملت عليها تعديل إضاءة وتعديل ألوان. بإمكان الآن حدد الطبقات كلهم بالتأثيرات تاعتها، ونعمل لهم جروب وبنسميه الأرضية. بهذا عملت جروب وبنسميه الأرضية. انت الآن هنيجي نجيب الخلفية، الصورة اللي في المنطقة هاي، هاي الخلفية هاي. تمام. هلقيتها، نروح على مجلد العمل نجيب الصورة هاي نحددها. نحتاج نسحب الصورة سحب وإفلات على برنامج الفوتوشوب في المنطقة هاي. بنلاحظ إن الصورة أجت فوق الأرضية. نضغط إنتر، فأنا ممكن أجي أسحب الصورة لتحت الأرضية. نيجي نضغط كنترول تي، نضغط Alt و Shift، وبنيجي نكبر الخلفية حتى تتلائم مع الشاشة. وممكن نسحبها في المنطقة هاي، نضغط على زر الشيفت على أساس يكون نفس المحاذاة، ونضغط إنتر. الآن أنا هاجي أعدل على إضاءة الخلفية زي ما عملت أنا تعديل على الإضاءة في الأرضية. بقف على اللاير بتاعت الخلفية، ومن خلال Adjustments وأحكي له Curves، ونبدأ نعدل في القنوات الضوئية. نحاول نغمق شوي في المنطقة هاي، في المنطقة هاي. وممكن أنا أقف على الكيرفز في المنطقة هاي، وأجي باستخدام أداة البرش وأكون أسود، وأحاول أكبر الفرشاة باستخدام حرف الدال، وأحاول أفتح في المنطقة هاي إضاءتها. وممكن إنه أحدد الخلفية مع التأثير تاعها وأحطهم في جروب وأسميه الخلفية. مبدئيا الخلفية جاهزة، الأرضية جاهزة.
نرجع للصورة التصميم، بنلاحظ انه في عندنا موجود في المنطقة هاي عبارة عن ظل. طب انا كيف ممكن اعمله؟ في اكثر من طريقة لعمله. المرة هاي هاخد طريقة جديدة، انه اجي اعمل لاير جديد، كرييت نيو لاير، تمام، واروح على اداة البرش تول واصغر البرش باستخدام حرف الجيم، ويكون عندي اللون فوق اسود. وبأداة البرش في المنطقة هاي انا بدي اضغط عليها واضغط على زر الشيفت على اساس انه اسحب خط مستقيم، تمام. هلقيت انا بدي اقلل من شفافية هذا الخط الاوبيسيتي، في اختصار من لوحة المفاتيح لو ضغطت على رقم 6 بقلل لي الاوبيسيتي. الان هنكمل التصميم الموجود معنا. النقطة التالية هي البرواز مع التأثيرات الموجودة عليه. نرجع للتصميم بتاعنا، هنروح للمجلد العمل، نختار البرواز. بنلاحظ انه البرواز صورة بي ان جي، يعني مفرغ وجاهز، مريحني في العمل هذا. بنسحبه وبنحطه في المنطقة هاي. بلاحظ انه البرواز فيه شوية شغل، الالوان، ترانسفورميشن، عملية التكبير والتصغير، اللون بده تخفيف شوية. ليش؟ لانه الشكل مظاهر عندي كأنه مخصوص قص وجاي على المكان اللي انا بشتغل عليه، وكمان الالوان مش متجانسة. فخلينا اول شيء نبدأ نصغر. ممكن نضغط على Alt و Shift، ممكن نزود العرض شوية، نزود العرض شوية، وممكن نيجي نرفع البرواز لفوق شوي ونيجي نوسطه، وبدنا نخليه فوق الأرض شوي بسيطة. نقلل الارتفاع ونقلل العرض ونوسطه في المنطقة هاي. نقدر نضغط Enter. هلقيت أنا الحجم ضبطته. بيجي علي موضوع الألوان، فأنا ممكن البرواز هذا نعمله على التسمية، خلينا نسميه البرواز. وبرضه بدي أضيف عليه تأثير اللي هيو أند ساتوريشن، الأدجستمنتس هيو أند ساتوريشن، على أساس برضه بدي أتلاعب في الألوان، على أساس أخلي الألوان برواز مع ألوان الخلفية والأرضية ألوان متجانسة. فخلينا إحنا في الهيو نغير في الهيو في المنطقة هاي، ممكن الساتوريشن نقلل في المنطقة هاي، ممكن في اللايتنس برضو نحاول نقلل درجة بسيطة، نغمق. نلاحظ إنه ألوان برواز هفتت، في البداية كان لون البرواز ساطع، الآن اللون غمق شوي. فأنا ممكن هاي مع اللاير هاي ممكن نحطه في فولدر ونسميه البرواز. انتر. الان خلونا نرجع للتصميم تاعنا ونشوف ايش في تاثيرات على البرواز. بنلاحظ انه في عندي في المنطقه هاي ظلال، في المنطقه خارج البرواز، وفي في داخل البرواز. هذا ممكن نعمله نفس الاليه اللي احنا عملناها، بنعمل نيو لاير جديده فوق البرواز، وبنيجي على اداه البرش تول، نتاكد انه عندي الاوبيسيتي 100%، اللون الاسود فوق، وبنيجي في المنطقه هاي، نضغط على زر شيفت، يعني اسحب واضغط على زر شيفت، وبعد هيك تكمل. وهلقيت برضو خلينا نغير الاوبيسيتي، بنروح على اداة الموفي تول او باختصار من لوحة المفاتيح حرف V، وبنعطيه 6 اللي هو 60%. وبنعمل الظل اللي في الداخل برضو Create New Layer، نفس الأداة، أداة الفرشاة، والمرة هي من جوا ضغطة Shift، وبنروح على أداة الموفي تول من لوحة مفاتيح حرف ال V، وبنحكي له بدي 40% تقريبا. شكله كويس، ممكن نرجع نقلل شوية في الأوبسيتي، نحكي له 50%. لو في عندي أنا رتوش على البرواز، ممكن باستخدام أداة الإريسر تول بختارها،
ويكون قوستي انا منخفضه شويه، تمام، وبقدر ازيلها في المناطق هاي على اساس تكون الصوره عندي كصوره حقيقيه، يكون المشهد عندي واضح. الآن بيجي علي موضوع أن أضيف الصورة هاي في النصف البرواز، بنروح على مجلد العمل، نختار الصورة هاي وبسحبها في المنطقة هاي، نضغط إنتر، نسحبها في اللير تحت لير البرواز، هلقيت كنترول تي، بنحاول نصغر حجم الصورة بالشكل هذا. نضغط انتر، تقريبا الوان الصورة متجانسة مع الوان الخلفية والارضية والوان البرواز. الجزء اللي بعد هيك وهو اهم جزء وهو بيعطيني واقعية، بخلي لي فيه خروج من البرواز من الداخل الى الخارج، اللي هو الفيل في المنطقة هاي، هو موجود في مستند لوحده. خلينا نسحبه على برنامج الفوتوشوب ونحاول نختار الفيل لوحده. فعندي انا اكثر من طريقة لاختيار الفيل، فخلينا نجرب الكويك سيلكشن تول، نحكي له سيلكت سبجكت، نعمل كنترول زائد، نعمل تكبير، فبكل مكان عندي انا تكبير ودقة في التحديد اكثر بكون افضل للعمل تاعي. انا بضغط مصدر على اساس اتنقل، نغير في المنطقة هاي، نحاول نضيفها، نكون دقيق في الاختيار، نحاول نسرع شوية، متقايب بدأ تصير شوي صغيرة. الآن ممكن هلقيت كنترول زيرو، نعمل فيت سكرين، نعمل كنترول جي، نحطه في لاير جديدة. الآن هذا الفيل نقدر نسحبه بأداة الموفي تول، نسحبه على مكان العمل اللي احنا شغالين عليه، نسحبه في المنطقة هاي. بلاحظ انه الفيل في البرواز موجود عندي في المنطقة هاي. أقف على الفيل أنا، كنترول تي، ونحكي له كليك يمين، إيش بنحكي له؟ بدي أعمل له فليب فيرتيكال بالشكل هذا، وممكن ألتو شيفت نعمل سكيل، ونعمل كنترول زيرو نكبر، وممكن نيجي نحرك، وأحاول قدر المستطاع إنه يكون رجلين الفيل على حدود البرواز بالشكل هذا. ايضا كمان بنلاحظ انه الفيل بده تصحيح اضاءه وتصحيح الوان، ممكن اعمل تصحيح الالوان نفس الاليه، نحكي له كيرفز، ونعدل في القنوات اللونيه في المنطقه هاي مثلا، نحاول نغمق شويه، انا قاعد بغمق على مين؟ على الشكل كله، انا ما بدي اغمق على الشكل كله، باجي في المنطقه هاي بضغط على زر الالت وبحكي له انا بدي اعمل بس تعديل في المنطقه هاي. لاحظ التأثير بس على الفيل فقط لا غير. برضو كمان أنا ممكن على أساس يكون الشكل واقعي برضو بأداة البرش تول، هو أنا واقف على الكيرز، باجي بأداة البرش تول، فرشة صغيرة، أصغر بحرف الجيم، أمسح في المنطقة هاي، أقلل وأمسح في المنطقة هاي،
أقلل الفرشة بتاع الخرطوم بالشكل هذا. أيضا برضو بلاحظ أنه موجود في عندي ظلال في المنطقة هاي، خلينا نضيف لاير جديدة وبأداة البراش تول الأوبسيتي عندي تكون 100%، واللون الأسود فوق في المنطقة هاي بنبدأ نيجي نرسم. عند الأذن ونحاول نقلل الأوبسيتي بتاعت المنطقة هاي، بنروح على أداة الموفي تول وبنضغط على 7 اللي هو 70. وأيضا لابد أن يكون للجسم كله ظلال على أساس تكون الصورة أكثر واقعية. برضو بنروح نعمل لاير جديدة، واللاير هذا خلينا نحطه تحت تحت الظل تحت الأذن، وبرضو بأداة البرش تول في المنطقة هاي نحاول نخلي الظل تاعها قليل. بنروح على أداة الموفي تول وبنخلي الظل مثلا 3 اللي هو 30%. برضو بلاحظ انه الوان الصورة بدها تعديل، بنضغط على اللاير بتاعت الفيل نتأكد انه هي بدنا نعمل لها تصحيح الوان. بنروح على هيو اند ساتوريشن، خلينا نعدل في الهيو، ناخذ لون قريب للون البرواز، نزود شوية تقريبا هذا اللون، ونعمل في الساتوريشن نعمل تشبع، نزيد شوية في التشبع، واللايتنس بنحاول نغمق شوية في الإضاءة. وخلينا نشوف الفرق قبل وبعد، لاحظ الفرق، هيك بكون انه الصورة أكثر واقعية. كنترول زيرو، نعمل فيت سكرين، نكمل التصميم تاعنا. بنلاحظ في عندي في المنطقة هاي فيل وفي إله ظل، فخلينا نشوف الفولدر تاعنا، الفيل موجود عندي في المنطقة هاي، نسحبه على برنامج الفوتوشوب في المنطقة هاي، نحطه في المنطقة هاي، وبإمكاننا نكبره شيفت ألت ونكبر في المنطقة هاي تكبير منطقة شوية صغيرة. نضغط انتر، وبرضه بنلاحظ انه بده يعطيه إضاءة وتعديل الوان، فخليني انا بدي اخذ نسخة ثانية لانه انا محتاجها قبل ما اعدل الالوان. كليك يمين، نحكي له دوبليكيت لاير، نحكي له اوكي. النسخة هاي بدي اروح اعدل على اضاءتها، فانا ممكن احكي له كيرفز ونغمق شوية صغيرة في المنطقة هاي. بلاحظ انه التغميق صار عميم على الصورة كلها، فانا بدي اجي بين الكيرفز واللاير بتاعت الفيل، نضغط على زر الت واقول له كليبنج ماسك، فصار التأثير في المنطقة هاي. ايضا برضو بروح على اداة البرش تول والاوبيسيتي 100، وانا اسود في عندي ظل، فانا ممكن في المنطقة هاي امسح، أكون واقف على الكيرفز وأمسح في المنطقة هاي على أساس يكون عندي أكثر واقعية. برضو وأنا واقف على الفيل بإمكاني إنه أروح أضيف تأثير وتصحيح للألوان، وأحكي له هيو أند ساتوريشن، وأعدل في الهيو، نزودها شوية في المنطقة هاي مثلا. الساتوريشن نزيدها اشي بسيط، اللايتنس نقللها، الفيل الثاني هذا اللي انا عملته ممكن احتاجه بأداة الموفي تول، خلينا نحركه، لاحظ، فأنا ممكن ايش احكي له؟ كنترول تي ونحكي له كليك يمين واحكي له فليب فيرتيكال، ونحاول نحركه في المنطقة هاي، نظبط الشكل الشكل هذا. فأنا ممكن برضو
الفيل هذا انتر، احكي له بدي اعدل في الهيو اند ساتوريشن، وبخلي الاضاءة تاعته بالشكل هذا لمين؟ للفيل. فانا بدي اجي بين الطبقتين هذه اضغط الت فصار باللون الاسود. فانا واقف على الفيل هذا برضو كمان الاوبيسيتي نقللها للفيل، للضلط على الفيل خليها مثلا 50% بالشكل هذا، وبرضو الطبقة هاي ممكن تقول تي نعمل له شغل اسمها ديزورد، تغيير للشكل بالشكل هذا. كأنه ظل، حاول نحرك الشكل ونظبط الظل في المنطقة هاي، بحسه انه حاد، فأنا ممكن أروح أعمل له فلتر، نحكي له فلتر، نحكي له فلتر اسمه بلور، ممكن نقول له جوسيان فلتر، ونعدل في المنطقة هاي، ممكن كل ما يزيد بكون يعطيني فلتر نسبة أحسن أو أفضل في المنطقة هاي، نحكي له أوكي. بكون أكثر واقعية وأنا واقف على هيو أند ساتوريشن، ممكن نقلل الأوبيسيتي إلى 30% تقريبا أو 25%، وبعدها البراش تول أقلل الشكل هذا على أساس يكون في عندي كصورة حقيقية. الآن خلونا ننتقل للجزء اللي بعده واللي هو الدلو. الدلو عندي موجود في المنطقة هاي، نسحبه على ملف جديد في الفوتوشوب، نحاول نفرغ الخلفية، Quick Selection Tool، Select Subject، Control J، Layer جديدة، بأداة الموف تول، نسحبه على مكان العمل. أنا بدي إياه في المنطقة هاي، كنترول تي، نحاول نصغر، شيفت ألت، نصغر بالشكل هذا، نحاير مكانه بالشكل هذا، إنتر. كبر الصورة، لقيت إنه أنا بدي أحاول أعدل على ألوان وإضاءة الدلو. ممكن أنا واقف على الدلو هذا داير 7 وأنا واقف عليه، ممكن أقول له كيرفز بدي أعدل إضاءته بالشكل هذا، بلاحظ إنها تعدلت الإضاءة على كل. فأنا باجي في المنطقة هاي ألت وأحكي له بس عدله، وممكن باجي بأداة البرش تول وببدأ أخفف الإضاءة في المنطقة هاي في النص. أيضا ممكن نيجي نعمل للدلو برضو كليك يمين، لا نحكي له، ممكن نيجي نحكي له هيو أند ساتوريشن، وأقلل وأغير في ألوان الدلو بالشكل هذا، تمام. وبرضه بأداة البرش تول نقلل الأوبيسيتي عن 30% كويس، ممتاز. هلقيت انا بلاح برد ارجع على الاليفنت اللاير بتاعت الفيل، هلقيت انا بدي الاحظ انه الخرطوم هذا بدي احاول اقص جزء منه على اساس كانه الخرطوم موجود في الدلو. فانا باجي على اداه البوليجون لاز تول بالشكل هذا،
نحكي له ديليت. وممكن أساس تكون الصورة أكثر واقعية نيجي على نعمل لاير جديدة في المنطقة هاي، نعمل لاير جديدة وبنحكي له بأداة البولجون لاز تول، نعمل هيك نحدد بالشكل هذا. نحكي له Alt Backspace، نحاول نسحبه هاي فوق ونقلل شفافيتها 50% Opacity. وممكن نيجي نحكي له Filter Gaussian Blur برضو، ممكن نقلل البلور ونقلل. كنترول دي ديسلكت، كنترول زيرو تنعمل فيت سكرين. برضو بلاحظ انه بدي كمان ظلال في المنطقة هاي، خلينا نعمل له لاير جديدة برضو بأداة البرش تول زي ما تعلمنا، كل اوبسيتي خليها 100%، ونكبر نعمل ظلال في المنطقة هاي تحت. وبنحكي له انا الظلال هذه خلينا خليها نروح على أداة الموفي تول، نحكي له 9 نقلل، وممكن نخليها 7 ظل. وبرضه ممكن اعمل ظل في المنطقة هاي، نعمل لاير جديدة وخلينا بأداة البرش تول ونكبر الفرشة، نضغط ضغطة في المنطقة هاي وبنعطيه ظل اقل نسبة. نروح على أداة الموف تول اول شيء وبنعطيه رقم 3 كأني حكيت له 30%، كنترول زيرو نعمل fit to screen. الآن ننتقل للجزء اللي بعده، هو باقي عندي الحمامة والعصافير. خلينا نشوف الحمامة أول. الحمامة هاي نسحب على الفوتوشوب، لقيت برضو لازم إنه آخذ الحمامة بدون خلفية، برضو على quick selection tool select subject control J لاير جديدة بأداة الموف تول، نسحب الحمامة برضو على التصميم تاعنا ونحطه في المنطقة هاي. بدي أنا الحمامة تكون فوق كل اللايرز، بدي الحمامة تكون فوق في المنطقة هاي، ممكن كمان فوق. فلقيت كنترول تي، نيجي الحمامة برضو بدنا نصغر في المنطقة هاي، Alt و Shift خلينا نصغر بالشكل هذا. ممكن نيجي نعمل روتيت شوية صغيرة في المنطقة هاي، وممكن أكليك يمين نحكي له ديزورت على أساس كأنه الحمام جايب أكثر واقعية، جايب من جوا. انتر. بنشوف العصافير، العصافير جاهزين عندي ومقصوصين وصورة بي ان جي، نسحبهم في المنطقة هاي، خلينا نصغر بالشكل هذا. انتر. ايضا بنلاحظ ان انه هنا في توهج في النص، فانا بامكاني انه فوق لاير الصورة اضيف لاير جديدة، وبأداة البرش تول فرشة حجم كبير شوية، ونختار لون اصفر او لون قريب بالدرجة هاي بالشكل هذا، نحكي له اوكي، ونضغط ضغطة واحدة في المنتصف، وممكن نقلل الاوبيسيتي شوية بالشكل هذا. نرجع للتصميم، برضو بنلاحظ برضو في تصميم موجود، في تأثير موجود. نيجي نرجع على
آخر لاير موجودة عندي فوق، وبنحكي له برضو adjustment، وخلينا نختار المرة هاي color lookup، ونختار تأثير من التأثيرات الموجودة ونشوف التأثير هذا. وأيضا ممكن إنه أجي أقلل الأوبيسيتي برضو بالشكل أو باللون أو بالتأثير اللي أنا بدي إياه. وبهيك بكون أنا وصلت للنتيجة النهائية. وبمزيد من الدقة والوقت، كان المفترض إن المشهد هاي يطلع نفس المشهد هاي من حيث الإضاءة والألوان. يعطيكم العافية، وبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء.